قال الذئب معاتبا الكلب: يا ابن العم، كيف وجدت بني البشر؟ أجابه الكلب: عندما يحتقرون إنسانا منهم يصفونه بالكلب. قال الذئب: هل أكلت أبناءهم؟ قال: لا. فقال الذئب: هل غدرت بهم؟ فقال: لا. فقال الذئب: هل حرستهم من هجماتي عليهم؟ قال: نعم. فقال الذئب: وماذا يسمون الشجاع الفطن؟ فقال: يصفونه ذئبا مديحا. الذئب: ألم ننصحك من البداية بأن تبقى ذئبا معنا؟ فأنا فتكت بأطفالي ومواشيهم وغدرتهم مرارا وهم يصفون أبطالهم بالذئب. عليك أن تتعلم أن بني البشر يعبدون جلادهم ويهينون من يكون وفيا لهم. صديقي.